اسمك سالي؟ جديد ده، راكب على الويندوز اللي عندي بالظبط. امال فين مونيكا بت؟ سافرت في رحله وراجعه كمان يومين. في داهيه، ما ترجعش خالص. انت زي الفل يا سالي. الله عندك كم سنه؟ 25 سنه. وانت؟ انا 28. اموت انا. واو، انت السن اللي بحبه ده، سن الرجوله. انت شفتي حاجه؟ انت في كايرو؟ لا، في شبرا. يا خساره، لو كنت في شرم معايا دلوقتي كنا اتقابلنا. شوف بقى كان ممكن يحصل ايه. حبيبتي انا مستعد اجيلك. انت قاعده مع مين؟ قاعده لوحدي في بيت على البحر. يلا يا عم عامر، عايزين نشطب. ايه ده؟ ايه السقف ده؟ ايه السقف ده؟ ما تنزل لي سحلب وطاوله بالمره. ما تبطل بقى شغل القهوه اللي انت كنت شغال فيه ده. انت دلوقتي شغال في نت كافيه، يعني بقيت عالمي يلا انترناشونال. الحاجه الوحيده اللي مش قادر انساها انك عمرك ما اديتني بقشيش. بس بقى انت هتسيح ولا ايه؟ بقول لك يا بلح، اطلب منك خدمه. خير. اقفل عليا البتاع دوت لغايه بكره الصبح. اقفل عليك ازاي يعني؟ اقفل عليا صدقني. وبعدين لو قفلت عليا بقى هجيب لك السيديهات بتاعه القرد الشقي، فاكره بتاع جنوب افريقيا بتاع الموز. انا بعشق الموز. اذا كان كده انا موافق، بس افرض مينا فتح الصبح ولقاك، يبقى ايه الكلام؟ ما تقلقش، مينا السيديهات بتاعته عندي، انا عارف ذوقه. وبعدين انا حبات هنا. طب ما تطلع تبات في قطه. ما ينفعش، فوق في رش رشين، ممكن انا اموت فيها ولا حاجه. اتوكل على انت. وبعدين مينا بيقوم الساعه 3 العصر، انت تيجي بدري تخبط عليا 3 خبطات احسن اكون قالع ولا حاجه. قالع؟ ايوه قالع، مع قرايبي بتوع دبي. انت هتاخد راحتك بقى. طب اذا كان كده ما تعملش صوت، لحسن لو مينا عرف انا ممكن عيشي يتقطع بسببك. لا ما تقلقش، توكل على الله انت. عم عامر خلي بالك من المكان. حاضر، ما تقلقش انت، توكل على الله. عم عامر يا عم كفايه بقى، انا كان زمان رحت لهم دبي. توكل على الله. خلي بالك من الاجهزه. خلاص توكل على الله. مع البنت سالي. خلي عامر مع سالي. على النت وفاتح له كاميرا. تعالى نطلع نتفرج عليه. تعالى خالك عامر ما رحمتوش. يوه ليه كده؟ الكاميرا قطعت عندك. شغليها. قفشتك يا خاين يا غشاش. اسافر يومين اجي الاقيك بتعاكس بنت خالتي. يا واطي يا واطي. ايه ده مونيكا؟ انت مش كنت مسافره؟ ده الايام بتعدي بسرعه. في ايه؟ انت كنت فين؟ عموره ده بتاعي انا. انت اللي سافره. ايه سافره؟ هو كمان ما تتخانقوش عشان خاطري. معلش يلا يا رخيصه. يلا يا زباله. يلا يا سهله حيوانه. هي يا بنات في ايه؟ صوتكم عالي ليه؟ يا لهوي بابا. يا جماعه احنا كنا كويسين، ده شيطان ودخل بينا. اهدوا بالله اهدوا بالله. عايز تموت نفسك وتسيبنا؟ انا اساسا ميت يا ادم، عايش في وسطكم مش حاسس بنفسي. قلت اريح نفسي بقى واغور من وشكم علشان انتوا تاخدوا نفسكم. غور فين يا خالي؟ محدش لك منك يا خالي. وبعدين ده انت الخير والبركه يا خالي. انت خالي حبيبي. دي قلتها خالي يعني عويل، يعني مش لاقي شغل، يعني الزمن بيجري جنبي يا ادم وانا مش قادر الحق حاجه منه خالص. هتلحق يا خالي، هتلحق. بطل بقى الكلام ده. طب قول لي طمنوا لك الساعه بكام؟ مش داعي بقى تجيب لي سيره الساعه دلوقتي بدل ما تجيلي نقطه. والنبي اللي تقول لي طمنوها بكام؟ 165. انا قلبي كان حاسس والله العظيم. طب تاخد 200 جنيه ونخلص المصلحه دي؟ مش يلا امشي يلا بقى، انت جاي تصطاد في الميه العكره ولا ايه؟ كلكم كده بتنعشوا في لحمي. بصراحه يا خالي احنا كلنا نعرفك مصلحه. تعرف انت ادم، رغم ان انا اكبر منك في السن بس كده اوقات بحس انك ابويا مش ابن اختي، حاجه غريبه. تعرف يا خالي يا استاذ خالي، يعني انا برضو بحس ان انت زي حماده. حماده مين يا قال؟ حماده ابني. ان شاء الله ربنا يسعدك وتتجوز وتجيب حماده ان شاء الله. تعرف يا ادم، على قد ما انا كنت حزين ومكسور، على قد ما انا فرحت قوي. مش معنى خير؟ فرحت قوي يا ابني. احلى حاجه في الدنيا وبيبقى احساس جميل قوي
لما بتبقى عايش وسط ناس وحاسس ان هما بيحبوك ويخافوا عليك من الهواء الطاير. يا خالد انت بتتكلم جد ولا ايه؟ انت لسه دلوقتي يعني عارف ان احنا بنحبك؟ وننسى يا خالد لما كنت تشدني على كتفك وتنزل توديني المدرسه؟ ولا لما كنت تنزل تدافع عني لما تخانق مع العيال في الشارع؟ طب تصدق وتؤمن بالله خالد انت لو كان حصل لك حاجه وكتاب لك كنت ولعت نفسي وراك. ما تعيطش، ما فيش راجل بيعيط. ما تخافش، مش هموت، هفضل على قلبكم كده، أمال أسيب مونيكا لمين؟ مونيكا؟ مونيكا مين دي يا خالد؟ مونيكا مين؟ يا سلام لو تعرفها يا آدم، ده ملاك، ملاك طاير على الأرض، مسكينة كنت هقطع بيها وأحرق نفسي. طب وعرفتها منين دي يا خالد؟ اتعرفت عليها من على النت. طب وده اسمه كلام برضه يا خالد؟ تتعرف على واحدة على النت؟ اخرس اخرس، وانا عشان قلت لك انت قد ابويا هتنصحني كمان؟ انا هروح لها، موضوع الساعة باص، هبيع تين شوكر عقبال ان شاء الله. بصراحة يا خالد انا حاسس ان حوار مونيكا ده اشتغالة بقى، هتلاقيه راجل بيشتغلك في الاخر. راجل بيشتغلني؟ طب ايه رايك يا ادم لو طلع راجل بيشتغلني المره دي بقى هاخد جركن بنزين واقف في حته فاضيه واولع في نفسي عشان محدش يلحقني. حلو قوي ان لقيتكم انتوا الاثنين مع بعض. بص يا ادم، مش احنا اصحاب واخوات؟ اه. واكلين مع بعض عيش وملح؟ حصل. طيب ده ايه بقى يا ادم؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الحاجات دي عندك؟ خيالك ما يجيش عندي السايبر تاني يا ادم، بيقعد يكلم نسوان ويقلع ويلبس ويعمل حاجات غريبه كده، وده مكان اكل عيش مش كباريه. انت مالك انت؟ استحمى اقلع البس؟ انت مالك؟ دي شبكه عنكبوتيه وتواصل اجتماعي، انت ليك ايجارك وبس. انت مأجر شقه مفروشه؟ ايه يا عم عامر؟ ده مكان اكل عيش برضه. بص يا ادم انا عامل خاطر عشانك انت، واديني قلت لك وانت اتصرف، سلام. سلام يا مين؟ الله يكسفك، كسفتنا. يلا 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 اطلع البس ولا تستهوى. خلاص يلا يلا. وعلبتين سجاير كوكو بوكس ب 10 جنيه يبقى 26 جنيه. يعني لو بفتح كنز دلوقتي كان زمانه اتفتح. افتح الكاميرا عشان خاطري. بص واحدة واطلع انام. افتح الكاميرا يا منتشر. اصل انا مترددة. وانا مضطرب. افتحي بقى، افتحي عشان خاطري. غني لي حاجة للفنانة لطيفة. سوما ومنديلها الوردي. حكاية جيل ورا جيل ورا جيل. كلهم مستنيينك تفتح الكاميرا يا فشلة. افتحي. بس ايه الجلابية؟ وتفتح الكاميرا؟ هفتح الجلابيه. هقلع الجلابيه. هقلع. حكاية جيل ورا جيل ورا جيل. ادي الجلابيه عشان ما تبصش. يا رجل افتح الكاميرا بت. حلوة الفانيلا. حلو عايز ايه يعني؟ طب انا عايزاك تقلع البنطلون بقى يا فتاك. حكاية جيل ورا جيل. البنطلون يا بت؟ وحياتي عندك يا مورا. وتفتح الكاميرا؟ وافتح الكاميرا. هات امك. اساسي يا مورا. افتح الكاميرا بقى، افتح الكاميرا. خلاص مفيش، هطلب ايه تاني بقى؟ هقلع ايه؟ افتح. افتحي. جاهز؟ جاهز. يلا يلا افتح. افتح يا بت. اهو منور يا خال. وحكاية جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل. اقفل الكاميرا.
خلاص يا خالي انا اسف، عارف ان اللي انا عملته ده ممكن يبقى جرحك قوي، بس انا كان لازم اقولك الحقيقه، كان لازم تعرف حقيقه. حقيقه تقوم تخدع خالك، تلف على مونيكا من ورايا، تروح لها البيت، فاتتني ان انا اقول لها ما تفتحيش بيتك لحد غريب. قلتم يا خال، قلتم يا خال، يا خال مفيش حاجه اسمها مونيكا، صدقني والله العظيم ما في حاجه اسمها مونيكا. مونيكا دي تبقى كريم صاحبي وانا بهايدي. كذاب كذاب يا ادم، انت بتداري خيانتك عن خالك علشان تلف عليها برضو. انت فاكر ايه؟ فاكر خالك ده عبيط وساذج وبرياله؟ ما تقولش كده يا خال، بس انا هقول لك بقى دلوقتي اللي هيخليك تصدق. هقول لك بقى بأمارتي، وريني الدبوس كوكازي يا نيازي خال، والله العظيم انا كنت بهزر معاك، وحياه ربنا كنت عايز اسلي وحدتك بس مش اكتر، وما تخيلتش ان الموضوع هيكبر معاك قوي كده. تسليني ولا تتسلى بيا؟ بتلعبني ولا بتلعب بيا؟ ليه بتعمل فيا كده؟ إذا كنت يا ابني بتفوقني وبتصحيني، أنا فوق فوق يا آدم، وعطنا فوق فوق. متقعدش بقى خير، خايف عليك يا خير. كنت بحلم بمونيكا دي، كنت رازمها في دماغي حاجة تانية خالص، كنت بحسبها سعاد حسني، ما كنتش متخيل أبدا سعاد حسني تبقى بقى. حبيبي آدم. الحق يا آدم، فيه انتي سيلي تشك في لسانه.